عقدت اللجنة الوزارية العليا لمياه النيل اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري الخارجية والري. تناولت اللجنة سبل تنمية التعاون مع دول حوض النيل في عدد من المجالات الاقتصادية والدخول في مشروعات تفعيلاً لنتائج اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تمت مؤخراً بين رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء دول حوض النيل.